Good day my friends. How are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بحلقتنا اليوم أصدقائي بدنا ناخد الفرق بين الخيال وبين الحقيقة. الخيال هو شيء منسمع عنه أو منقرأ ما بيكون حقيقة، بينما الحقيقة هي وقائع بتصير بالحياة. مثلا طلعوا شو معي بإيدي، عندي أنا سبايدر مان. مين بيحضر سبايدر مان؟ في كتير منا بيحضروا سبايدر مان. نحضره إنه هو بيطير وعنده قوى خارقة، بس هيدا خيال. نحنا مننبسط نحضره، بس نحنا ما فينا نعمل هودا الأشياء، ما فينا ننط عن البناية لأنه هيدا مش حقيقة، هيدا خيال بس منحضره بالكرتون. فإذن أصدقائي ما تنسوا، في خيال وفي حقيقة. الحقيقة من إلا رياليتي، والخيال من إله فانتسي. اليوم رح ناخدهم بحلقتنا أكتر وأكتر، وما تنسوا صاحبنا سبايدر مان رح يبقى معنا. أنا برجع لكم بعد فاصل صغير. Can't sleep anywhere, any table, any chair. Can't sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge. In the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box. In the cupboard with your frocks. Anywhere, anywhere, they don't care. Cats sleep anywhere. وهلا أصدقائي، open your eyes well, open your ears well, and look at the screen. شو عندي أنا؟ شو عم شوف؟ في cat and the cat is drinking milk. هل هيدا شي حقيقي أو خيال؟ بدي أنا وياكم نقول سوا، is it reality or fantasy؟ This is reality. بالحقيقة البسينات بيشربوا حليب، فإذن this is real, it is reality. هلأ إذا حطيت لكم أنا كات بسينة عم ترسم على اللوح وعم تعمل math، عم تعمل plus وminus، هل هيدي حقيقة أو خيال؟ This is fantasy. فينا نقرأ قصة إنه بيكون عنا كات كتير ذكية، بس هيدي القصة ما بتكون حقيقية لأنه الكات ما فيهم يرسموا على اللوح ويعملوا addition, plus or minus، ما فيهم. فإذن this is fantasy. أما هلأ فعندي كات عم بتسوق السيارة، تقود السيارة. Is this real or fantasy? Is it reality? هل هيدي حقيقية؟ انتو بالحقيقة انتو عايشين بالحياة، شي مرة طلعتوا وشفتوا كات، قطة أو هرة عم تسوق سيارة حتكون؟ ما في، لأنه هيدي مش حقيقة. This is fantasy، خيال. خيال نحنا منخترعه، فينا نقرأ عنه، فينا نشوف موفيز، أفلام بحطوا فيها كات عم تسوق السيارة، بس هيدا مش حقيقة. It is fantasy. وآخر شي عندي cat playing with a ball. شي مرة شفته بسينة أو قطة ومع طابة عم تجرب تلعب فيها؟ يس أنا مرة شفت، لأنه البسينات فيهم يلعبوا بالطابة. هيدي reality. It is reality. It is real. هيدي حقيقية. It is not fantasy. بينما مثل ما قلنا قبل، سبايدرمان، سوبرمان، هود الأشخاص اللي منشوفهم نحنا على التيفي منحبهم، يكونوا قوية، حلو فينا نحضرهم، بس ما لازم أبداً نعمل مثلهم، نجرب نطير أو ننط، لأنه هيدا شي مش حقيقي، هيدا كرتون أو موفي. It is fantasy. ما تنسوا أصدقائي. هلأ بدي روح أنا وياكم ونعمل تمرين موجود على البورد. Are you ready؟ خلينا مع بعض نقرأ السؤال. سؤال عم يسألنا عن هواياتنا.
What are your hobbies? Make a list. بدنا نعمل list ونحط الهوايات تبعنا. What are your hobbies? في ناس بحبوا يحضروا مثلاً Spider-Man, Superman, Reality, Fantasy. They like watching movies. هيدي الهواية تبعهم. في ناس بحبوا السباحة. They like swimming. أنا رح حط أول شيء I like swimming. أول هواية عندي هي السباحة. إذن أول شيء السباحة. وبعدين في أول في ناس بيروحوا على الشاطئ بيقعدوا وبيتصيدوا سمك، بحبوا ينطروا السمك لحتى يتصيدوا بعدين ياخدوه يبيعوه أو ياكلوا. شو منقول صيد السمك؟ fishing. fishing هو صيد السمك. قول أنا I like fishing. هيدي كمان هواية. I like. fishing. وفي يحط بعد وحدة Do you like playing the piano? تحبوا تعزفوا على البيانو or the guitar, guitar or the flute. أنا بحب أعزف على البيانو. بحط أنا هوايتي I like playing the piano. I like playing the piano. فإذن I have three hobbies. ثلاث هوايات. أول هواية I like swimming. أنا بحب السباحة. I like fishing. بحب أتصيد السمك. I like playing the piano. بحب أنا أعزف على البيانو. هلأ exercise الثاني هو تكملة لأول تمرين. Use your list and the words or phrases in the box to write four sentences. يعني بدي استخدم أنا الكلمات اللي حطيتهم بقلب هيدي البوكس فوق والجمل يلي عملتهم عن الهوبيز. حطيت list أنا بهواياتي بدي استخدمهم وبدي استخدم هودي الكلمات بقلب البوكس حتى أعمل أربع جمل. I like swimming. بدي بلش واستخدم yesterday. محطوط بالسؤال use the past tense يعني بدي احكي انا بالزمن الماضي. اخذنا قبل لما انا بدي حول للزمن الماضي شو بحط؟ بزيد ايدي او بزيد دي اذا كان الفيرب بيخلص بإي. اذا بدي بلش اول جملة اول هواية هي swimming. I like swimming. شو بقول هون؟ yesterday بلش يعني البارحة كما بدي كمل الجملة قول انه انا رحت ومارست الهواية تبعي. Yesterday I went swimming. انا رحت وسبحت. او Yesterday I went to swim. في يزيد to swim in the pool, to swim in the sea. استخدمت انا went يلي هو verb to go بالماضي بالزمن الماضي in the past tense. Yesterday I went to swim. هلأ تاني وحدة في استخدم last weekend أو two days ago أو last Friday. إذا حطيت أنا last weekend يعني weekend الماضي بدي استخدم تاني هواية fishing. بدي أقول I went fishing. كمان بستخدم went اللي هي بالزمن الماضي. I went fishing. كمان عندي هلأ two days ago last Friday. two days ago يعني من يومين كمان عم بدل على الزمن الماضي. two days ago شو عملت أنا؟ playing the piano. قول I played the piano. I play هو verb to play
وإذا بدي أعمله أنا بالزمن الماضي لأنه 2 days ago من يومين بزيد إيدي بتصير played. 2 days ago I played the piano يعني عزفت على البيانو. وبعد عندي last Friday يعني نهار الجمعة الماضي بعد بدي زيد هواية أنا من عندي. شو في يقول؟ شو بدي حط؟ I started writing a book. في ناس بحبوا يكتبوا، بيكتبوا كتب، بيكتبوا قصص. في يقول إنه أنا الجمعة الماضية بلشت كتابة قصة a story or a book كتاب. كلنا فينا نكتب، أنا في أكتب وأنتوا فيكم تكتبوا. بحط last Friday I شو يعني ابتدأت أو بلشت؟ start بزيد إيدي لأنه بالpast tense. I started writing a book أو a story. فيكن أنتو تستخدموا خيالكن تعملوا قصة تألفوها أنتو fantasy تكون خيال وتكتبوها أنتو. بلشوا استخدموا كل شي عم نتعلمه بالحلقات، حطوا verbs، حطوا كلمات تعلمناهن جديد، ألفوا القصة واكتبوها. فيكن تبعتولنا إياها على الفيسبوك إذا كانت هوايتكن هي الكتابة، لأنه أنا بعرف في ناس بحبوا يكتبوا. فإذا last Friday I started writing a story. طلعوا أصدقائي yesterday يعني مبارح، last weekend يعني السبت والأحد الماضي، 2 days ago من يومين، last Friday نهار الجمعة الماضي. هودي كلهم عم يدلوا على شي صار من قبل، صار بالزمن الماضي. شو لازم استخدم أنا؟ the simple present tense أو the past tense؟ استخدم the simple past tense. كرمال هيك أنا بستارت و play زدت إيدي، بينما went هي the past tense تبع go. go ما بزدلو إيدي بيصير goed، بيتغير كله بيصير went بالpast tense. رح ندرسهم أكتر وأكتر مع بعض كيف منحول الverbs للpast tense. بس بدي إياكم تنتبهوا منيح إنه لما يكون عندي أنا بقلب الجملة عم بحكي عن شي صار بالزمن الماضي لازم الverb يكون بالpast tense، ومعظم الverbs مثل ما قلنا بزدلون إيدي. أصدقائي اكتبوا هواياتكم على ورقة وارجعوا حطوا last weekend 2 days ago وكملوا الجمل مثل ما كتبناهن أنا وياكن وبعتوا لنا إياهن. هلأ بنتوقف مع فاصل وبرجع لكم بالفقرة الأخيرة. Cat drinking milk real. Cat driving a car fantasy. Cat writing words on the board, fantasy. Cat sleeping, real. هلا أصدقائي بدنا نقرأ قصة مع بعض، وبدي إياكم تنتبهوا كتير منيح. بالآخر رح نقول إذا هيدي قصة حقيقية أو خيال. Is it real? reality or fantasy. قصتنا هي go to the zoo. إذا عجبتك القصة أو تريد قصص مثلها يمكنك شرائها من الروابط الموجودة في وصف الفيديو كدعمي للقناة. العنوان go to the zoo. في عنا كلمات جديدة رح ندرسهم سوا ونتعلمهم. Parrot. This is the parrot. Dad. Mommy. This is Topsy. This is Tim. This is a seal. اللي هي الفقمة. Monkey. قرد. This is the giraffe. كلكم تعرفوا الجيراف. This is the polar bear. الدب القطبي. Lion. Lion. Penguin. This is the penguin. أخذناهم من قبل. And this is the zebra. Zebra. Penguin.
polar bear, lion, giraffe, monkey, seal, Tim, parrot, dad, mommy and Topsy. هودي الكلمات جديدة أو بعض منهم إحنا أخدينهم من قبل رح يمرقوا معنا بالقصة. Topsy and Tim liked to go to the zoo with mommy and dad. Topsy وTim كانوا يحبوا يروحوا على حديقة الحيوانات مع mommy and dad. بيون وأمهم. They liked to see all the animals. كانوا يحبوا يشوفوا كل الحيوانات. طلعوا شو عنا بالصورة هون بين الجيراف. First they went to see the penguins. أول شي راحوا شافوا البنغوينز. This is the penguin. Can we have a penguin for a pet? Asked Topsy and Tim. سألوا أمهم فينا ناخد البنغوين ونحطه عنا يكون كحيوان أليف عنا بالبيت؟ قالتلن أمهم No, said mommy. ما بيقدر البنغوين يكون بقلب البيت. Next, they went to see the parrots. They saw the parrots. Look at the parrots. This is a red parrot. This is a blue parrot. This is a green parrot. This is a white parrot. Can we have a parrot for a pet? كمان بدون البارت كحيوان أليف. Can we have a parrot for a pet? Asked Topsy and Tim. كمان قالت لهم أمهم. No, said. قال لهم dad. قال لهم بيون. No, said dad. ما فيهم ياخذوا البارت. Next, they went to see the giraffes. This is the giraffe. Can we have a giraffe for a pet? كمان صار بدهم ياخذوا الجيراف. Asked Topsy and Tim. No, said mommy. قالت لهم أمهم كمان إنه ما فيهم ياخذوها للجيراف. Next, they went to see the zebras. بعدين راحوا يشوفوا zebras. This is the zebra. Can we have a zebra for a pet? Asked Topsy and Tim. No, said dad. كمان كان بدهم زيبرا. قال لهم dad, no, ما فيهم ياخذوها. Next, they went to see the polar bears. راحوا يشوفوا polar bears. This is the polar bear. Can we have a polar bear for a pet? Asked Topsy and Tim. سألون, can we have a polar bear for a pet? No, said mommy. كمان لا. Next, they went to see the lions. راحوا يشوفوا lions. This is the lion. Can we have a lion for a pet? Asked Topsy and Tim. No, said dad. كمان ما فيهم ياخذوا الأسد. الأسد منه حيوان أليف، ما فينا نعيشه بقلب البيت. Next, they went to see the seals. Can we have a seal for a pet? Asked Topsy and Tim. No, said mommy. كمان ما فيهم ياخذوا السيل. وصلوا عند مين؟ What is this? This is a monkey. Next, they went to see the monkeys. Can we have a monkey for a pet? Asked Topsy and Tim. No, said dad. كمان ما فيهم ياخذوا المونكي. كيف بده يعيش المونكي بالبيت؟ ما في يكون حيوان أليف بقلب البيت. Topsy and Tim went home. رجعوا Topsy and Tim على البيت. I liked all the animals at the zoo, said Topsy. قال Topsy إنه هو حب كل الحيوانات بقلب زو. بس طلعوا مين عنده بقلب البيت؟ As a pet. عنده cat وعنده dog. فإذا عندهم cat وعندهم dog. مش بس هيك، طلعوا هون شو فيه؟ في rabbit. With all these pets we have a zoo at home, said dad. قال لهم بيون إنه نحنا
كأنه فتحنا حديقة حيوانات، لأنه عنا كات، عنا دوغ، عنا الرابت، هودي كلهم عندهم ياهن بقلب البيت. وهيدي هي قصتنا لليوم. راحوا زيارة على الزو. تعوا نرجع نعيد سوا. كل ما شافوا حيوان بابسي شو كانوا عم يسألوا أهلهم؟ خلينا نبلش من الأول. Can we have a penguin for a pet? No. Can we have a parrot for a pet? No. Can we have a giraffe for a pet? No. Can we have a zebra for a pet? كمان no. Can we have a polar bear for a pet? No. Can we have a lion for a pet? No. قولوا معي. Can we have a seal for a pet? No. Can we have a monkey for a pet? No. Could they have a dog for a pet? Yes. قدروا يحصلوا على كلب؟ Yes. لأنه عندهم كلب بالبيت. Could they have a cat for a pet? Yes, they could. Could they have a rabbit for a pet? Yes, they could. فإذن كان عندهم رابط أرنب بقلب البيت، كان عندهم كات قطة أو هرة مثل فازي، كان عندهم دوغ كلب كمان بقلب البيت. تعوا أصدقائي نتذكر الحيوانات يلي شفناهم وتعلمنا أساميهم بهيدي القصة. عندي أنا بارد، عندي سيل، مونكي، جيراف، polar bear, lion, zebra, penguin. Where is the giraffe? Here it is. Where is the parrot? Here it is. Where is the lion? Here it is. Where is the penguin? Here it is. Where is the polar bear? Here it is. Where is the zebra? Here it is. Where is the monkey? Here it is. هودي الحيوانات تعلمنا أساميهم، بعض منهم منعرفهم. ما تنسوا أساميهم. وهلأ سؤالي الأخير، هل هيدي القصة خيال أو حقيقة؟ Is it real or fantasy؟ هل الأشياء اللي صارت أو الأحداث اللي صارت بهيدي القصة بتصير بالحياة بحياتنا؟ يس، كلنا فينا نروح على زو، زو موجود وفيه حيوانات، وفينا يكون عنا بقلب البيت باتس، حيوانات أليفة، كلها أحداث حقيقية صارت. فإذا this is real، هيدي القصة حقيقية. It is not fantasy، منا خيال مثل قصة سبايدر مان، سوبر مان يلي فيهم يطيروا. احنا بنعرف الانسان ما فيه يطير. Birds can fly, we cannot fly. إذن real, it is real. الحلقة المقبلة أصدقائي رح نقرأ قصة تانية، ورح تكون القصة fantasy، تتشوفوا الفرق بين الحقيقة والخيال. أما هلأ خلص وقتنا، بدي ودعكم، شوفكم بالحلقة المقبلة. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا بالفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. شوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. Can't sleep anywhere, any table, any chair. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge. In the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box. In the cupboard with your frocks. Anywhere, anywhere, they don't care. Cats sleep anywhere.
anywhere.